اللي هي سميتو، اللي هي نقطه اللي طرحت تساؤلات اللي هي ديال الامارات وديال هذا الامير الى اخره. فموضوع الامير انا ما فهمتش علاش نط عليها الضجه. السيد باقي ما لحد الان باقي ما خداش الرئاسه نهائيا، ونايضه ضجه على سميتو على الامير وهذه، وراه كذوب راه ما كاين والو. ما فهمتش انا، راجويين خارجين كيكذبوا وكيتحنوا وكيحتوا، لا سميتو راه كيكذب عليكم هذاك سميتو، راه ما كاينش هادشي منه راه متخيل. شوف انا ما عندي ما ندير بهاد الهضره كامله، انا غندوي بالمنطق. بالمنطق، المنطق ماذا يقول؟ يقول انه واحد سعودي محب عنده ميول للنجاح، بغى يجي يعاون النجاح بواحد الطرف ديال الفلوس، وانه يكون رئيس شرفي. ياك هذه الفكره واخا، انا قلتها من قبل ما يهضروا على هذه القضيه ديال اتصل هذا ولا شي سمسار سميتو او وكيل اعمال ديال اللاعبين هو اللي دخل وباغي وسيطه، واحد محب رجاوي حتى هو وسيطه، وغادي يتلاقاو مع الرئيس. داكشي ما عندي ما ندير به، انا تندوي على المبدا. المبدا هو انه قلتها من قبل، الا كان شي واحد غادي يجي سواء سعودي ولا اماراتي ولا ما بغى يجي، راه ما غايجيش لعندك وما يعطيكش فلوسه الا ما كنتيش شركه. الا ما كانت الشركه وتفاعلات وبدك تخدم، لا يمكنش يعطي ولا عطى فلوس وغيعطيهم يعني غادي يشري من عندك دي زاكسيون، ماشي معك اسهم في الشركه صاحبي. فلوس ما كيتلاحوش باش تشارجهم، ما كاينش واحد كيلوح فلوسهم باش تشارجهم. دونك ما يجيش يقدر يجي واحد انه سعودي اللي جا لنجا ويلوح 5 مليار هكا في الصندوق، يقول لك صافي مقابل صافي انتخبتوا عليا كرئيس شرفي دخلتوني في اللائحه صافي هكا 5 مليار. ما كايناش ما كايناش، والجماهير الرجويه ماشي غبيه لهذا الحد باش غيدوزوا عندنا حنا هادشي. دونك الله يرحم الوالدين، بلا ما نبقاو نكذبوا على عباد الله، نقولوا الواقع شنو هو. الواقع هو ان السيد يبغى يستثمر، وباش يستثمر ربما انه كيواعد انه ملي غتكون بطبيعه الحال ملي غتكون هذيك يعني غيتنتخب الجبهه العام بوتيتر انه غادي ياخذ شي وعد كتابي، يمكن شي وعد كتابي من المكتب انه يحط لهم 5 مليار، ولكن بالمقابل غادي هما غادي يديروا معاه واحد الوعد ببيع اسهم بمجرد انطلاق الشركه قريبا. ممكن ياخذوا هذه الوثيقه بمقابل 5 مليار، ممكن، وانه غادي يبيعوها ليه اسهم وغيولي مساهم في الشركه ديال الرجاء البيضاوي اللي غتبدا مثلا 3 شهور 4 شهور 5 شهور او الموسم المقبل، ما عرفناش حنا شنو غير من الغيب ما عارفينش. هذا ممكن، ما باش يجي السيد يحط لك فلوس هكاك راه ما كايناش. دونك الله يرحم الوالدين، تنظن بانه كاين مسائل ربما حيت كاين عاوتاني واحد السيد انا تنعرفو، وانه من الناس اللي عاده ما كيكذبش، كيجيب اخبار تيقول لك اودي راه القضيه كاينه، وانه السيد البدراوي راه مجرد نهايه الانتخابات غادي يدير عنده واحد الرحله للامارات، وغادي يجلس مع داك السيد سير بلاص وغادي يتطرق معاه هذا المسمار. فكتبقى المسائل كلها مفتوحه، فما نجيوش نخلقوا هذا المشكل، لانه بحال كيشوش علينا. حنا خصنا نركزوا على حاجه واحده، خصنا نركزوا على انتخاب السير البدراوي كرئيس ديال الرجاء البيضاوي، نكونوا مركزين مزيان، تكون كل واحد كل رجاوي كناديه تكون عنده ليسته ديال جميع المنخرطين كلهم، وكل واحد عنده وجهه كيفاش داير كل واحد، لان شكون اللي غادي يفلت؟ غادي يفلتوا دوك اللي ما كنعرفوهمش اللي دخلوا جداد وكذا، مع العلم انه راه كاين عدد اللي دخلوا ما مخلصينش. شفتوا فضيحه اللي خرجات ديال العيداوي عضو في المكتب وحطت شيك ضمانه، يعني ارتكبت جنحه ديال اعطاء شيك على سبيل الضمان. والسي انيس محفوظ تسلم من عنده، ولا الوثائق كاينه ماشي انا اللي كنقول، الوثائق منشورين، والسي انيس تسلم من عندها شيك على سبيل الضمان. اذا جوج الناس خصهم يمشيو للحبس، جوج الناس انيس والعيداوي داكور، حيت ملي كتعطي شيك، الشيك راه وسيله اداء، الشيك راه ماشي وسيله ضمان، راه وسيله اداء. طيب لنفرض انك استعملتيه كوسيله ضمان، حطيتيه بين ما يدخلوا الفلوس، علاش دابا بغيت تاخذه؟ مع العلم انك استهلكتي الموسم، يعني الموسم هو سالة، استهلكتي قيمه الشيك، كانك بحال مثلا واحد خدا سلعه، هز السلعه من عند واحد السيد مول الكرو كياخذ من عند السلعه، هز السلعه وعطاه شيك ضمان، قال لي ودي بين ما يدخلوا الفلوس، هذيك السلعه ناض باعها، باعها السيد روج بها وباعها ودخل فلوسه وربح بها، وجاي بغى ياخذ الشيك، اه لي الشيك، لا استهلكتي البضاعة، استهلكتي مقابل الشيك، دونك الشيك خصو يتصرف لحساب النادي. دونك
بعد اول حاجه الشيكو ديبار راه جريمه، سواء من طرف المكتب رئيس الرجاء بصفه خاصه او من طرف اللي عطاه المنخرطه اللي عطاته. وكذلك اليوم كيخصو يتصرف في حساب النادي وما خصوش يرجع منه التريال، دوك 20000 خصها تدوز. وهذيك السيده بالضبط هذيك العداوي خصها تطير من الفرق، وحدارس العداوي هذه حتى هي. هذا كيقول لا راه كيخصك اللائحه تكون فيها امراه تبغي تكمل بها، عطاه الله العيالات، عطاه الله اللي يمكن لها دير عضو في المكتب الموسيقي. يلاه كاين واحد السيده دخلات، السيده راه سميتو يمكن امازيغيه، ربما اديبه ومعت مؤلفه ومغنيه وشاعره وشي حاجه بحال هكا، اديبه امازيغيه عندها كتابه من المستوى العالي، فهذيك يمكن ليها تاخذ تجربه، هذيك دخلها للمكتب تكون عندها تجربه نسائيه، علاش لا؟ فكاين الامكانيه انك تحل المشكل، فهذيك السيده خصها تمشي علينا، لانها ما فاتت الفريق حتى شي حاجه، ما جابت والو مستشهر واحد، فغير تمشي علينا. ولكن الشيك يتصرف، ولا ما تصرف الشيك طالب ان الجمع العام ديال 16 يكون فيه التقرير المالي، ضروري يتعب التقرير المالي ويتعب النظر في جدول الاعمال، ما عندناش مشكل. يبقى حتى ال 20 ديالنا جدول الاعمال الله يحفظكم، نعرفوا التقرير المالي باش نعرفوا الفلوس شحال دخلات ديال الانخراط، لان هذا الشيء راه كما كاينه هذه السيده راه كاين ناس اخرين، اتونسيون راه كاين ناس اخرين ما مخلصينش.